مرحبا بكم متابعينا مشاهدينا في كل مكان من ملعب المباراة. أؤكد لحضراتكم بأن الأجواء رائعة، أجواء مثالية لممارسة كرة القدم. معكم فارس عوض للتعليق على مجريات اللقاء. مباراة تأتينا مشاهدينا ضمن منافسات ديفجن رايفلز، حيث الإثارة والتحدي. فاوندرز في مواجهة سبورتينج، جماهير حاضرة بقوة لمؤازرة أصحاب الأرض ومتابعة تحقيق الانتصار. نعم الجماهير تنتظر تحقيق الانتصار اليوم نظرا للمستويات الكبيرة اللي يقدم الفريق مؤخرا. نستعرض لحضراتكم التشكيل الأساسية لفريق فاوندرز. في حراسة المرمى دوناروما، فيرجيل فان دايك سيلعب بجانب أليساندرو نيستا في الخط الخلفي، كلود ماكاليلي سيبدأ مع رود خوليت. ركلة جزاء يشير إليها حكم المباراة، الفريق لو استغلها سيكون ضربة جزاء ناجحة بالشباك. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. هدية هنا، فقدان الكرة بعد تمريرة سيئة. إلى كافو، رائعة في هذه اللعبة، والتصويبة خطيرة، والحارس يتصدى للتسديدة. هكذا يكون التدخل في المنطقة. الجماهير غاضبة من تجاهل حكم المباراة ركلة جزاء، تعتقد بأنها صحيحة من وجهة نظرها. كرة بالخطأ في التمرير قد تشكل خطورة على المرمى. خوليت، توغل هجومي مستمر وحلول متاحة هنا. تمريرة رائعة خلف الدفاع، الله على هذا التصدي، برافو حارس المرمى. يتقدم الكرة للهجوم، انتهت المحاولة، الكرة مع الفريق الآخر، راحت عند ليتل. أصوات الجماهير ترتفع من أجل التسديدة، الضغط العالي ينجح، قد تصبح فرصة خطيرة. الحكم يعطي إتاحة الفرصة والكرة تستمر في أرضية الملعب. فرصة هدف محقق، أوهو، هدف تعديل الأوضاع، هدف العودة للقاء من جديد، المباراة تبدأ مرة أخرى. شوف الإعادة وركزوا في هذا الهدف جيدا، لأن في عمل كبير من الفريق، ضغط كبير من الفريق، ونعرف بأن الضغط يولد الأخطاء، وهو ما حدث هنا وأدى إلى تسجيل الهدف. تمريرة في مكان، الله على اللقطة، الله على المهارة. شوف الفرصة كانت خطيرة في اللقطة الماضية، كان ممكن تحرك الشباك، شوف المقصية، يا سلام على كرة بتضيع. اعتراض ناجح للكرة في هذا التوقيت. فرصة تتاح لاستمرار اللعب بالرغم من وجود خطأ. تدخل ناجح على الكرة، ليتل يتقدم بالكرة باتجاه المرمى، اعتراض للكرة، وصلت لرودريجو، ضغط جيد واستعادة للكرة، فهل يستفاد الآن منها؟ تدخل يأتي في التوقيت المثالي، ركلة ركنية قد نشهد.
فيها هدف التقدم في النتيجة. ضربة رأسية غير متقنة، بعيدة جدا عن المرمى. قرار هنا بالتبديل وبالتالي التوجه إلى مقاعد الاحتياط. حلو التدخل على الكرة. يا سلام، حلو البينية. فرصة هنا من أجل التقدم في النتيجة. تصدي سليم من دوناروما. الآن توجد فرصة لتهديد المرمى من خلال الهجوم المرتد. يجب العودة بشكل أسرع للدفاع في هذه اللحظات. يا راجل يا راجل، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. ليتل، راحت إلى خوليت. أليساندرو نيستا، بتروح لأليساندرو نيستا إلى كافو. عرضية في المنطقة، الكرة في المرمى، فعلوها، سجلوها في الشباك الكرة. الله على هذه النهاية. عودة المباراة والنتيجة حاليا هي تأخر فريق سبورتينغ بعد هذا الهدف. اللعب يستمر والأفضلية لإتاحة الفرصة. عرضية في مكان خطير، قد تكون هذه الفرصة. المرمى خاوي، لا مشكلة، الكرة في المرمى بكل سهولة. مع إعادة الهدف أسئلة تطرح في هذا التوقيت عن دور الدفاع في هذه اللقطة اللي ترك المرمى فاضي. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود الآن من نقطة البداية. دقيقة واحدة كوقت بديل في المباراة. عثمان ديمبلي، ما زالت الكرة في الملعب وفيها خطورة. تدخل في توقيت ممتاز لإيقاف الخطورة. والآن وصلنا لختام أحداث شوط المباراة الأول مشاهدينا. عودة الآن إلى اللقاء وانطلاق الشوط الثاني. فريق سبورتينغ في موقف لا يحسد عليه، حيث يتأخر بفارق كبير في النتيجة. فرصة للتقدم على الأطراف من جانب فريق فاوندرز. فرصة كانت تبدو واحدة، لكن في النهاية الكرة بتتحول إلى ركلة مرمى. قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. في كل مكان وبكل وضعية. لا تسألني عن الطريقة، اسألني عن الطريق. الله على الهاتريك. أشرف حكيمي، تحرك الآن ممتاز من اللاعبين باتجاه الأمام. خطرة هذه البينية، لكن تنتهي الخطورة هنا للأسف. تقطع بواسطة فان دايك. وصلت لعثمان ديمبلي. استعادة
زيادة للكرة في الثلث الأمامي، تستمر الخطورة. بوليتانو برضه راحته؟ راحته برضه؟ مستحيل اللعبة، مستحيل اللقطة، الله على الكرة، أبيض على النهاية، أوهو على هذا الهدف، متعني متعني، يا سلام على هذه النهاية. وصلت إلى نيتن. تصل إلى ألفونسو ديفيز، راحت عند ليتل، أوكافور قطع الكرة قبل أن تشكل خطورة. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط يتقدم بالكرة، ضاعت الفرصة، كانوا في أمس الحاجة لها، كان ممكن تخلي الفارق هدف وتجعل المباراة أكثر إثارة وترجع فريقك للمباراة. ضغط عالي لا يترك مساحات. ناحية عثمان ديمبلي، يا سلام على التدخل بدون مشاكل، خارج الملعب إلى رمية التماس، كرة عند كافو، يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جدا، حلوة الكرة البينية، واضح بأن الدقائق الآن فيها تدخل من جانب المدربين، نشاهد الأوراق في نفس التوقيت في هذه المباراة. يا الله تعقدت الأمور، حكم يحتسب ركلة جزاء قد تزيد الفارق في هذه اللحظات. الحكم يكتفي بركلة جزاء ويحتفظ بالبطاقات في جيبه. الكرة في المرمى من ركلة جزاء نفذت بنجاح.